مرحب يا حلوين، اليوم بدعمل أنا وياكم طريقة تحضير حلو بثلاث مكونات فقط. عنا نص لتر حليب، ثلاث معالق طعام كاستر، وملعتين طعام تمر. فينا نجيب التمر نشيل البزر وننعمن، وفينا نجيب التمر بهيدا الشكل معجون جاهز. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بنحط الكاستر، كمان بنحط التمر. بسم الله. بحركن على الغاز ليشتدوا مع بعض منيح. هيدي الحلو كتير رائعة يلي عندن سكري. حرك تحريك مستمر عشان الخليط ما يلزق بالغاز. كمان بس يسخن الخليط بيدوب التمر بيتفكك عن بعضه. بلش التمر يتفكك عن بعض، نستمر بالتحريك كمان. نحن عم نحرك نعمل بهيدا الشكل على التمر ليدوب منيح. كمان في طريقة تانية إذا حبينا شو بنعمل، بنحطهم كلهم بالخلاط مع بعض، بالأخص إذا كان التمر حاب ونحن شلنا البزر منه ومنا نعمل الطريقة، بنحطهم بالخلاط بنخلطهم منيح مع بعض، بنرجع بنحطهم بالطنجرة. بلش الخليط بالغلي. بسم الله. شفتوا التمر كله دب. خلصنا من الخليط، هلا بنحطهم بوعاء، بحطهم بكاسات صغيرة. ريحتهم كتير حلوة ورائعة. مدوا نفس المستوى. يعني عن جد حلو كتير كتير، رح تعجبكم وصحية. تزيين مثل كل مرة بقلكن حسب الرغبة. أنا رح حط جوز الهند، هيدا الحلو أخدت معنا حوالي 5 دقايق فقط، ما بتاخد وقت بالتحضير. كمان راح احط جوز عليها.
بما ان الوصفة صحية رح حط كل شي عليها صحي، مثل جوز الهند، جوز فستق حلبي كمان اذا حبينا، هيك شي خفيف بيعطي شكل كمان ما حطيت عليها شوكولا، انه اشي عم حاول اعملها كلها تكون صحية كمان الزينة. هيدي الحلو اللي عملتها انا وياكم، لنشوف كيف طلعت. بسم الله، هيدا الشكل النهائي. هيدي الحلو اللي عملتها انا وياكم. بتمنى التعليق على الفيديو والاعجاب بالصفحة، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.